حاج العلمي، شنو هي النصيحة أو الرسالة اللي تقولها للمعلمين اليوم؟ شنو رسالة؟ نصيحة من معلم باقي في التعليم أكثر من 30 سنة. أنا نقول لهم يعني معناها يوفوا بعهدهم ويوفوا بالرسالة، الرسالة التربوية يوفوا بها، لأننا رانا في وقت هذا العصر اللي رانا فيه عصر مادي محض، ونلاحظ اللي الناس تحولت بكلها، تحولت للماديات. احنا هذه اللي نلاحظ بها، نلاحظها يعني معناها الانسان يوفي من 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 التلميذ ويعطيه حقه، وكاينه في هذا العصر عندنا كاينه تجاوزات وماديات راه لعبت بالناس خلاص صدتها، يعني معناها تبدلت في اتجاه واحد اخر كاع، اتجاه تماما. اذا الماده غلبت على الاخلاق والتربيه. خلاص غلبت على التربيه، خلاص طغت عليها خلاص. واذا ذهبت الاخلاق تذهب الامم. ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اي انما الامم اخلاقهم ما بقيت، فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. هناك في قصيده اخرى مهمه. وطنيه. اي. هذه إذا قصيدة. إذا